السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع بعض سيمبل بيم، ده برنامج ممتاز جدا تقدر نفتح بيه مشاريع الاي اف سي ونعمل لها حصر وحاجات ممتازة جدا. اقول له مثلا عايز نيو تمبليت، بيقول لي افتح لي ملف اي اف سي، فهروح نختار ملف اي اف سي. وليكن مثلا دوت، في خصائص كتيرة جدا زي تعمل ميرج لاتنين اي اف سي او اكتر من اي اف سي في نفس الملف. طيب هو جيب لي شجرة كل عناصر الموجودة في المشروع، ولكن دلوقتي هقول له انا عايز اعمل شيت بمشيت بالشكل دوت، خلينا ننزله تحت اهو. طيب ممكن اقول له بقى انا عايز اعمل حصر مثلا للعناصر بتاعت الكولوم، اسحب واحط هنا، فيبدأ يجيب لي الحصر. ممكن تبدأ تدخل هنا تشوف كولوم وتختار ايه العناصر اللي انت عايزها وايه العناصر اللي مش عايزها. يعني لو انت مثلا مش عايز الديسكريبشن، ده الهيدن كولوم وده الفيزيبل كولوم، تقدر تشيلهم كلهم او تحطهم كلهم زي ما انت عايز. فاعمل لك الحصر بالشكل دوت. ممكن تكون عايز تحصر حاجه كمان، فتيجي هنا وتقول له مثلا عايز الابواب. طبعا الحاجات اللي هتحصر هتبقى مختلفه، تمام، فهيجيبها لك بشكل مختلف. طيب عايز اصدره كملف اكسل، فهقول له سيف از بلين اكسل فايل، وتروح مصدره على الديسكتوب بالاسم دوت. طيب بيقول عايز افتحه كاكسل، اه هفتحه كاكسل. ده الملف هو اتصدر بالشكل دوت. طيب بفرض بقى ان انت عايز تغير معلومة معينة، وليكن مثلا الستيتس، هتقول له ايه done مثلا. تمام، وممكن اسم الشركة مثلا اللي انت مستورد منها وهكذا، وتقول له سيف وتقفل الملف خالص. طيب ممكن بعد كده تيجي هنا وتقول له انا عايز افتح ملف اوبن بيم شيت اور بلين اكسل فايل. الملف اللي احنا صدرناه هنستورده تاني بعد ما عدلنا فيه المعلومات اللي احنا عايزين نعدلها. هتلاقي الحاجات اللي احنا ضفناها اتحطت وعلم عليها، تمام. فدي بتفيدني لو انا عندي شويه تعديلات ممكن اعملها بشكل سريع جدا في الاكسل، لان احنا يعني اشتغلنا عليه كتير. فدي من ضمن المزايا اللي هو بيعملها البرنامج. البرنامج ده شايف العناصر بتاعته، واي حاجه بتبدا تعمل سيلكت عليها بيبدا يجيب لك الخصائص بتاعتها. ممكن تعمل تقول له دور، فيبدا يعمل لك سيلكت على كل الابواب كل الاعمده، فبيسهل لك عمليه ان انت تاخد المعلومات اللي انت عايزها من المشروع. طبعا ده اول فيديو، بس في فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله هتنزل قريب هتشرح فيها برنامج السيمبل بيم.